حضرتك يا كابتن لو رجع برضو الوقت هتعمل ده تاني؟ يعني في ناس دلوقتي تقولك خلاص بقى ده عصر الاحتراف والفلوس هي أهم حاجة، ولا الانتماء أهم يا كابتن؟ فكره وفي مبادئ. ياما لعيبه كتير مشيت من النادي الاهلي بسبب الفلوس، بس ما عرفتش ترجع النادي الاهلي، وعندها استعداد ترجع الفلوس وترجع النادي الاهلي. وفي امثله حقيقيه كتير، وما فيش داعي لذكر اسماء حد يعني عشان ما نجرحش في حد يعني. أكيد. يعني البني ادم هو اللي بيعمل الفلوس، مش الفلوس اللي بتعمل البني ادم. لكن الكيان، انك تبقى في كيان زي النادي الاهلي، الزمن بيمر والناس بترحل، لكن النادي الاهلي بقى او الكيان بقى ما بيقفش على حد ما يا بيقفش على كابتن. حد. وناس كتير، يمكن انا اهلاوي ولعبت في النادي الاهلي، بس في اجيال انا ما اعرفهاش، في ناس انا ما اعرفهاش، هنعدي وفي ناس هتيجي برضو مش هتعرف الاجيال اللي موجوده دلوقتي، لكن هتعرف حاجتين اتنين بس يعني، الناس اللي كانت مميزه قوي والناس اللي كانت خاينه قوي، هم دول بس اللي هتعرف، غير كده لا. طيب كابتن، إصابة الصليبي ممكن نقول إن هي أثرت عليك؟ يعني هي اللي خلتك تعتزل بدري؟ يعني حضرتك اعتزلت مثلا ممكن نقول إيه 33 سنة؟ 35 مش 35؟ بدري ولا حاجة، بس هو يعني إيه، زي ما أنت قلت يا سارة، هي أثرت. أنا رجعت 30 سنة من بره، الحمد لله أنا من اللعيبة اللي كان زي أحمد فتحي كده مقاتل في الملعب، ده كانت طبيعة أداء لعبي يعني. كان نفسي مدتي في النادي الأهلي تطول أكتر من كده، كان نفسي يعني أنا رجوع للنادي الأهلي مش ما كانلوش علاقة بالماديات ولا أنا كنت راجع، ويمكن الكابتن عمارة كان هو اللي دايما يقول احنا محتاجين بطولات. يعني لما تيجي تفتح السي في بتاع ياسر رضوان وهو لاعب محتاج بطولات، يعني انت على مر التاريخ كاس سوبر، بطوله افريقيا، مفيش غير دول يعني في تاريخ كله في البطولات. لعبت منتخب 4 بطولات، لعبت بطوله قارات، لعبت مع النادي الاهلي بطوله افريقيا، لعبت بطوله اوروبا مع هانزا روستوك سنه 98، بس كل ده برده مش ما يقويش السي في بتاعي كلاعب، غير ان انا حتى ايه، الانجازات اللي في هانزا روستوك ما فيش هو ده بس الانجاز الوحيد يعني، وظهورك بالشكل ده وتبقى من الجيل الذهبي للنادي ده وقتها، هو يبقى اقوى انجاز نادي في ماشي اوكي، المانيا بس طبعا في من الاول اقوى والاخر الانديه يعني. البطوله، البطوله حاجه تانية يعني. زي ما قلت لك قبل كده ساره، يوم ما رفعت الكاس السوبر هنا في استاد الدفاع الجوي في الكليه الحربيه، كان شعور تاني خالص.